حاربت ظاهرة ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الأوساط الشبانية، تمكنت مصالح أم دائرة خميس مليانة ممثلة بالأمن الحضري الخامس بخميس مليانة بولاية عين الدفلة من شل النشاط الإجرامي لمروجين للمؤثرات العقلية، أحدهما يبلغ من العمر 72 سنة والثاني من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 33 سنة. العملية مكنت من حجز 385 قرص مهلوس إضافة إلى 10 قارورات بها محلول مهلوس، أدوات تستعمل في تقطيع الطلبيات، وكذا مبالغ مالية من عائدات بيع هذه المواد. المشتبه بهما كان ينشطان على مستوى حي بوطان، أين أسفرت عملية توقيفهما وتفتيش مسكنيهما من حجز كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع والأحجام، وأدوات تستعمل في تجهيز الطلبيات، ومبلغ مالي من عائدات نشاطهما الإجرامي. المروجان سيتم إحالتهما أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة للنظر في قضيتهما.